لي طفلين بمعدل يقا بمسلا. احنا اليوم هنايا مجبرين على المغادرة الجماعية من هذه المؤسسة اللي ما لقيناش فيها المدبر الحكيم لهذه الأزمة، اللي ما لقيناش فيها المحاور الشريك الأساسي والكابيتال ديالها اللي هما حنايا الأمهات والآباء. تجاهلتنا، ما دارتناش حتى اهتمام، ما دارتناش اعتبار، ما حاولتش تجلس معنا باش تكون حل حالة لكاع المشاكل اللي كتمسنا حنا كأمهات وآباء والمؤسسة. يعني حنا جلسوا تحاوروا تفاوضوا ان حنايا في 2020 يعني حشومة ان تلقى واحد المؤسسة ما تتحاورش الشريك ديالها اللي هما حنا الأمهات والآباء. وهاد المشاكل كاملة علاش؟ في ظل الغياب ديال المؤسسة لمدة 5 أسابيع، وأنا مسؤولة على هاد الكلام حتى 20 أبريل. عاد كانت الحصة الأولى على جوجل ميت. بالنسبة لحنا كنهضروا دابا على الابتدائي، المؤسسة بحكم أنها فيها ابتدائي، إذا كان غياب تام، مجرد أنشطة داعمة كدار على الموقع، موقع ديالك الرسمي، هذاك العموم. حنا بغينا شي حاجة خاصة تمشي ما بين الأستاذ والمتعلم، باش يكون التلميذ كيحس بالأستاذ ديالو والأستاذ كيحس بالتلميذ ديالو، كيكون واحد التواصل مباشر مع المتعلم قبل ما يكون مع الأمهات والآباء. المؤسسة كانت غايبة، المؤسسة ما كانتش في الموعد، خانت يعني العهد اللي عقدناه معها، فما بقى لنا إلا هاد الخطوة هادي ديال المغادرة الجماعية بهاد المؤسسة. لأن علاش كنبحثوا هنا؟ على تعليم جيد، على محاور جيد، على شريك أساسي اللي يقدر ينجح المنظومة التعليمية. يعني خصك الشركاء، لأن المنظومة علاش كتبنا؟ راه العملية التعليمية التعلمية فيها الأستاذ، فيها المتعلم، وفيها المضمون، وبالتالي هاد المكونات ها هي كاينة. الشريك الأساسي اللي هما الأمهات والآباء اللي يقدروا أنه يحلوا المشاكل ويمشيوا لقدام المؤسسة وهم يعاونوا المؤسسة. للأسف المؤسسة ما كانتش واعية بالظرفية، وما واعياش بالأهمية القصوى ديال الآباء والأمهات كشريك أساسي في هذه المنظومة. اليوم اضطرينا أننا نجي ونديروا مغادرة جماعية، لأن صراحة ما بقيناش قابلين هذه المؤسسة والتدبير ديالها. احنا هنايا في مؤسسة معهد اليقظة جينا اليوم جماعة نطلبوا شواهد المغادرة بالنسبة لفلذة أكباد ديالنا، ولسبب بسيط هي أن المرحلة لم تدبرها المؤسسة كما يجب في نظرنا. بالنسبة لي النقطة الأولى، الأطفال ديالنا والتلاميذ خصهم يبقوا دائما بملأ ومعزل عن هذا الصراع بين قوسين ما بين مدارس خصوصية والآباء. حقهم دستوري في التعليم، تيخول لهم أنهم يستفدوا من التعليم ومن جميع المسائل المرتبطة به. حنا جينا هنايا باش نطالبوا بحقنا بتمكيننا من شهادة المغادرة ديال الآباء. والسبب الرئيسي والاساسي اللي وصلنا لهذه المرحله هذه هو التعنت ديال المؤسسه ورفضها للحوار. والحوار حنا فتحناه دابا هذه مده طويله، والحوار ماشي من اجل صدقه وامن، ولكن حوار بناء اساسه الخدمه مقابل الاداء، اساسه الحوار بناء ما بين الاباء وما بين ارباب الاسر، ما بين ارباب المؤسسات الخصوصية لتدبير هذه المرحلة اللي في نظرنا وفي نظرنا المتواضع أنه لم تدبرها المؤسسة معهد اليقظة، لم يدبر هذه المرحلة كما يجب. والأساس من هذا الشيء كامل هو التعنت، تعنت تعنت. نحن نواجه بحقوق وليداتنا، نحن هنايا لأجل المطالبة بشهادة المغادرة ديال الوليدات لأنهم حق من الحقوق ولا يجب أن يدخلها في هذا الصراع هذا. شكرا.